والله انتخاباتنا دي انا مش لاقي وصف اوصفه بيها غير انها مولد. بس صاحبه حاضر المرة دي. انتخابات غريبة جدا، فيها العجب العجاب، فيها اللي طلع برا ورجع تاني، فيها اللي خرج ودخل حد مكانه، وفيها اللي خرج خالص. انتخابات فيها القوي، فيها الذكي، فيها ابن البلد، فيها الدبلوماسي، وفيها اللي ماشي حاله على كل لون، وبرضه فيها الغلبان. انتخابات فيها اللي مليين الدنيا بوسترات وعمالين يطلعوا من قناة لقناة، وفيها اللي بيكافح عشان يظهر للناس بس للأسف الأضواء مش بتيجي عليه. فيا ترى الانتخابات دي هتخلص على ايه؟ ومين هيطلع صاحب المولد؟ ومين اللي هيطلع من المولد بلا حمص؟ لو الفيديو ده عجبكو اتفرجوا على فيديو تاني من كايرو لايف تي في. عندنا كل حاجة: اخبار، صحافة المواطن وقصص انسانية، كوميدي، وحتى فيديوهات بالانجليزي. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.